بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق دراوي. النهاردة الثلاث 6/6/2023 وبالأخص من داخل سوق دراوي بمحافظة أسوان يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، نخش نعمل لكم تقرير بالأسعار. معاك دول يا معلم؟ الصلاة على النبي تبارك الله. دول يا جماعة 45 خروف، يعني يمشوا سكة الفدو. 45 خروف كان البيع والشراء فيهم واصل لغاية 6000، وصاحبهم مرضيش يبيع، يعني عايز زيادة، عايزين زيادة. ودي دولة خالص يا معلم، خالص. ودي دولة برضو شوية حبل خرفان، دولة هدول يمشوا سكة التكملة أكتر من الدبيحة معلم. باشا الصلاة على النبي تبارك الله، أهم مع المعلم محمد عبد العظيم. كام معلم قلت لي؟ كام الدائر فيهم دولار؟ الدائر؟ فيهم الشراء وبيع. كام البيع والشراء واصل؟ 47. كام واحد هم؟ كام واحد؟ 26 يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك الله، 26 خروف. الدائر فيهم البيع والشراء 47. الصلاة على النبي. حط تليفون يا عمر، تليفونك ها معلم. 011 حق احمد. معلم 20 تمام. 400 تمام. 277 معلم محمد ابو عظيم يا جماعه. الصلاه على النبي، تشكرين عم محمد. الصلاه على النبي تبارك الله، اللهم صل على النبي. كام الجلد يا معلم؟ كام ده حي؟ كام ده حي؟ الصلاة على النبي. ده ب 55 يا جماعة. جلد لحم تبارك الله يعني. ازيك يا معلم؟ كام وصل معاك ده بالصلاة على النبي؟ في بيع وشراء 55. سنه ايه؟ سادد قافل، جدي قافل يا جماعة. صلاة النبي، خلينا نتفرج على الأساطير. اللهم صل على النبي. هذه الأساطير يا جماعة بتاعت سوق دراوي، والله أكبر. بسم الله ما شاء الله. صل على النبي. يا عمدة إيه سنه معلم؟ صل على النبي. عليه ولا في بيع وشراء؟ عليه في بيع وشراء. إيه عليه طيب؟ عليه 13800 يا جماعة. بس بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك يعني. اللهم بارك. خروف دبابة يا جماعة، والله والله دبابة، الله أكبر. صلاة النبي، اللهم صلاة النبي، اللهم صل على النبي تبارك الله. 13 وكام قلت لي؟ 13800. الصلاة على النبي. كم تليفونك لحد عايزه منك؟ 011 53 46 53 67. بسم الكريم طه جابر معلم. طه ماشي معلم، متشكرين. صلاة على النبي تبارك. لحمة العشر دي؟ لحمة يا باشا. صلاة النبي، يلا ادينا اللحمة. تبارك الله، منور خال والله. 67. 67؟ تبارك الله. ما الفن الهزة ما جاتش عندينا يا حج؟ لا ما هزت، لو ب 8000 لو مش مهم. لا راجل، حط ايدك عليها وصل على النبي. صلاة النبي، لا حاجة حاجة طيبة يا عم والله. سنها ايه على كده؟ سنها ايه؟ كباني. قافلة على الأول؟ تمام. على النظيف. ومعاكم دولة؟ معانا رمستين دولة على خيرها؟ رمستين. كم بالصلاة على النبي؟ 11 ونص. 11 ونص دولة يا جماعة، الصلاة على النبي. لحمة برضه؟ لحمة. معاكم أم معلم طه؟ معاك الفرشة كلها؟ الصلاة على النبي تبارك الله. والأسود ده؟ أنا عشان خدت تليفونه بس. ذكرني. كم ده معاك؟ 55. حلو ده معلم، بالصلاة على النبي. بلاش يا راجل. 55. 55 يا جماعة، صلاة النبي. تبارك الله. ولا سنة. صلاة النبي. بعد السنة يا جماعة، الله ينور الله. لحمة برضه؟ 61 لحمة. بالصلاة على النبي، 61 لحمة برضه. مع المعلم طه يا جماعة. ماشي يا معلم طه، متشكرين يا معلم. أنا. إيه معاك؟ إيه يا حي. السلام عليكم. كم واخذهم يا معلم؟
دولار ب36. الصلاة على النبي، دولار ب36 دولار. اشتري اللحم ده تعال. الصلاة على النبي. لا نور معلم خالد والله. تبارك الله ب36 دولار معلم. خروف جديين يعني يدبحوا يا جماعة. بالصلاة على النبي معلم خالد والله، الله ينور. بالصلاة على النبي. الله ينور معلم، صلاة النبي. تبارك الله. صلاة. تبارك الله. خروف ده يا جماعة ب 12 وكسور. كام أبو بلال ده؟ ده بيقول صاحبه يعني بيقول ب 12 و100. 12 و100. بس قنبلة في اللحمة أبو بلال. قنبلة في اللحمة. تبارك الله. صلى على النبي تبارك الله. هذا يا جماعة نحاولوا احنا نعمل ايه؟ أكبر تقرير يعني على زكا حاج صباح الفل محمد. عايزين نلموا أكبر كمية من الخرفان. الناس كلها يا جماعة، يا جماعة برضه في ناس عايزة يعني عايزة حياتها على كديها، يعني أنا بصور الجديان دي مش حبا فيها، لا أنا بصور الجديان دي عشان خاطر إن في ناس بيبقى واحد عايز له جدي على كده يعني. خشوا تشوفوا فرشة هنا كده، صلوا على سيدنا النبي، أنتم بتتفرجوا ودعمونا بلايك. النهاردة إن شاء الله عاملين لكم تغطية كويسة من سوق ضراوة. معلم محمد الصلاة على النبي عليك. ايه فلوس ده معلم؟ والله معي دولار يا شيخ. دولار؟ الصلاة على النبي. تبارك الله. ايه عليه ده معلم؟ الصلاة على النبي. خروف لحمة يا جماعة قنبلة لحم ب 12,000. الصلاة على النبي تبارك الله. وبرضه يا جماعة خلي بالكم يعني أنا ممكن أروح أخش أصور لك خروفين ثلاثة خمس خرفان سكة الخمسة خمسة ونص ستة وأقول لك السوق نزل، لا أنا ما بحبش أضحك على المشاهد. أنا بصور لك كل حاجة بسعرها، أبو 12,000 ب 12,000، وأبو خمسة بخمسة، وأبو ستة بستة، وأبو سبعة بسبعة. صباح الفل يا عم، صلاة النبي تبارك الله. الله ينور والله يا معلم، تبارك الله. كل جواز ما فيش ميزان. رحت الجاموس النهاردة؟ لا والله رحت الجاموس النهاردة. كم صلاة النبي يا معلم؟ لا والله لا عليهم 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 السلام عنا. كم واحد هم؟ اللي تفصل 8,000 و 9,000. اللي تفصل 8 واللي تفصل 9 يا جماعة، وكل حاجة زي ما بقول لكم بسعرها. كل حاجة فول وشام ودرة. فول وشام ودرة الأكل. السلام على النبي. وتبن برسيم حجازة. تبن وبرسيم حجازة يا جماعة، بهايم متربية على البيت. السلام على النبي تبارك الله. الله أكبر. الله أكبر. حاجة كده تعمل كام معلم؟ 95 يا جماعة، حاجة عالية بس ظهره ناقص شوية. صلاة النبي. بس الظهور ناقصة ليه كده حقه؟ ظهور ناقص. هي خرفان كبيرة ولحمة تبارك الله. الصلاة على النبي تبارك الله. العلف أيوه. العلف زادت العلف كله بيتكلم على زادت العلف. بس العلف نزل يا جماعة يعني نزل وزاد، هم بيضحكوا علينا يعني. أنا خلاه ب20 وبعد كده نزل بقى ب15 عشان أطلع المخزون القديم اللي عنده وهيرجع تاني يبقى ب20. الله العظيم الشعب أكتر حاجة مضحوك عليه. قام الخروف ده حي. الصلاة على النبي 65 6500. الصلاة على النبي حي والله. جوز واحد حقا. كاسر الجوز يا جماعة 6500 في موجود يا جماعة. أبو ستة موجود، أبو خمسة موجود، وأبو سبعة موجود، وأبو عشرة موجود، وأبو 12 موجود، كل حاجة موجودة. كام حج صلاة النبي ده؟ ده ب 15,250 يا جماعة. بس خروف دباب الله أكبر، هو زايد شوية بس خروف دباب الله أكبر يعني. ما شاء الله تبارك الله. 15,250. كل حاجة برضو بقول لكم تاني، كل حاجة بسعرها. في الخرفان بتبدأ من 4.5 في السوق لغاية اهو أغلى حاجة اللي شفناه ب 15,000. ده طبعا ده رقم خيال يعني. كام معلم دولا؟ كام بالصلاة؟ 15؟ هم دولا ب 15,000 يعني خروفهم ب 7.5. وقايسوا انتوا يا جماعة، قايسوا اكتبوا لنا يعني في التعليقات، قايسوا وقولوا لنا السوق اذا كان غالي ولا اذا كان شديد ولا اذا كان رخيص ولا. عايزين نجيب لكم انا خرفان النقطة. شيخنا زكا شيخنا صلاة النبي عليك.
الصلاة على النبي عليك. عايزين نتفرج على الحياة الحلوة دي. شدوا كده في الوسع، الله يوسع عليك. هذه أجمل خروف في السوق يا جماعة، الغد دلوقتي قبلته ده. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي تبارك الله، اللهم صل على النبي. الله أكبر. إيه سنة يا شيخ؟ ست سنات. أنا باين شايفه. طلوقة يا شيخ ولا لحم ولا إيه؟ لحم وطلوقة يا جماعة وكل حاجة أنت عارف. يعني مواصفات الطلوقة اللي مظبوطة اللي فيه بصراحة. والولاد كمان آخر. تبارك الله. الصلاة على النبي. هذا يا جماعة صدر الطريق، الله أكبر. وهذا طرفه. وادي عياله يا حاج. الصلاة على النبي. هاي عياله. وادي عياله يا جماعة. هاي عياله. الصلاة على النبي. عليه ولا في بيع وشراء يا شيخ؟ لا عليه 11 ونص. عليه 11 ونص. الصلاة على النبي. عليه 11500 جنيه يا جماعة. الصلاة على النبي. والتليفون كام يا شيخ؟ 0-100-384-26-80. بسم الكريم يا شيخ. رمضان. معلم رمضان يا جماعة، والشيخ رمضان ده راجل أخ وراجل فاضل يعني. الصلاة على النبي تبارك الله. 11600 و500. 11500 يا جماعة. خروف ده تشوح ورا الغنم تبارك الله يعني. متشكرين يا شيخ رمضان، الله يوسع عليك. الصلاة على النبي تبارك الله، الله أكبر. إيه عمي. إيه عمي ما في غلبان برضو العزيز. حاضر يا معلم، عايزين الخرفان إحنا ال ال. ما برضو ما تجيبش الغلبان، ما الغلبان برضو عايز يضحي الفقير. حاضر. يعني 10,200. الصلاة على النبي، هم دول عليهم 10,200 يا جماعة. عليهم 10,200 دول. طب دول معاك يا شيخ رمضان؟ دول 10,400 برضو. الصلاة على النبي. ما تجيبوناش 10,000 عشان لا والله انا لسه بتكلم في الموضوع ده تمام. في ناس بتخش تصور لك الخروف ابو خمسة وابو ستة ويقول لك السوق مريح. ايوه تمام يا حي. لا احنا بنصور وكل حاجه بنبينوها. ابو خمسة بخمسة وابو ستة بستة وابو 10 ب 10 وابو 12 ب 12 عشان برضو ايه ما يخلعش الناس اللي هي مربيه ليها 6 شهور دلوقتي وشغاله تصرف. فاهمني؟ الله ينور عليك. احنا بص يا حي، احنا لا مع دوله ولا مع دوله، احنا مع الحق. يعني ما يجيش انا على واحد مربي لي 6 شهور بيوكل الغله ب 20 جنيه وهي يقول لي السوق نزل، الراي اللي تجي له ازمه قلبيه، والله مين هيبقى السبب فيها؟ لكن انا باين لك في بخمسه وفي بسته وفي بسبعه وفي بثمانيه وفي بعشره وفي باربعه، كل حاجه اللي انت عايزه هتلاقيه. كله هيضحي ان شاء الله. الصلاه على النبي تبارك الله. دول معاك يا شيخ رمضان؟ الله يوسع عليك يا حي، الله يوسع عليك. هذا يا جماعه دولة كام يا شيخ دولة؟ الصلاة على النبي تبارك الله. كام يا حجنا دولة؟ كام بالصلاة على النبي؟ دولة بيشتروا فيهم بواحد وعشرين ونص يا جماعة. أساطير يا جماعة، الله أكبر. أساطير أساطير بالصلاة على النبي تبارك الله. ده يا جماعة تقرير تاني من داخل سوق الغنم والماعز. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، والناس اللي داخلة جديد تشترك معنا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.